هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. انت شو هالاحمر الحلو هذا؟ مقدم. ثانك يو شيف. ما بتزعلي علي شو مقدم؟ روح جيب لي وحده وتعي جاكيت حمرا. لا بستريتش فيك تلبسها ما تعتلها. شو في عندنا اليوم من المطابخ العالميه شيف؟ اليوم حنعمل المطبخ البلغاري اللي هو المطبخ من شرق اوروبا. اخترت المطبخ اليوم لانه كثير بيشبه مطبخنا، المطبخ الشرقي. اصلا هو مأثر من المطبخ الشرقي عن طريق الوجود الاتراكي في بلغاريا. فبنلاقي انه اكلهم بيرتكز كثير على الخبز، على المشاوي. ما عندهم مقالي، يعني ما بيقلوا كثير. اكيد البطاطا المقليه هلا موجوده في كل العالم، بس اكله ما بيرتكز على شيء مقلي. بيرتكز كثير على الخضار، اللحوم، الاجبان، والخبز. اليوم حنعمل تقريبا اربع وصفات. حنعمل خبز بنعمل على العيد. ما قدرت احفظ اسميهم كثير، بس اسمه كوزنك. ما بعرف اذا عم بحفظ مزبوط حتى ما حدا يزعل منا، اذا كان عنا اصحاب بالغربي حدا يزعل. حنعمل بانيتسا اللي هي اكثر شيء بتتاخذ على الفطور، اما سناك مثل النقيش. اذا هلا حنلاحظ بيستعملوا كثير ورق البقلاوه كمان. حتى عندهم بقلاوه حطون تغطور بوصفاتهم. هذا من تاثر التركي 100%. عندهم، وحنعمل طبق ملفوف محشي اللي هو كيف بيستعملوه، هن بيسموه سغمه. بعدين بس بيعملوها بندورة، ما بيعملوها مثل ببلاد الشام. عم نعملها مثلا ببلاد الشام بحامض وتوم. هن بيعملوها بصوص بندورة بمطبخهم. اوكي، فحنشوف هلا الوصفات. على حنبلش اول شيء بالخبز اللي هو بينعمل اكثر شيء على العياد. انا سمعت انه ببلغاريا عندهم خبز حتى محشي بجبنة، انواع 100%. يعني حتى كنت عم بعمل ريسيرش انه عن الخبز قد ايه كان في ناس حاطينه كاتبين على الخبز البلغاري انواعه واشكاله. في عندهم كثير خبز بيستعملوا كثير خبز. اكيد هيدي من وراء التاثر اليوناني، لانه ما ننسى عندهم حدود مع اليونان. واليونان هن اكثر ناس كان عندهم من زمان قمح وخبز، خبزين. يعني هن الناس اللي تقريبا من المطابخ اكثريه تعلموا منهم مبدئيا الخبز. بس نسخن شويه حليب هون، نحط معهم زبده ليدوبوا، نحطهم فوق الخبز. ما بدنا كثير يسخن الحليب، حتى نخلي الخميره تشتغل فيه. سو حنحضر هلا الخبز. حناخذ بيض، اربع بيضات، تقريبا نص كيلو طحين عم نعمل. اوكي، بدهم ثلاث اربع بيضات حسب حجم البيضه. هودي البيضات، هو البيض يعتبر حجم صغير، فحنحط اربع بيضات. ليه مثلا بتختلف حجم البيضه؟ حسب المزرعه، حسب الدجاجه الى اخره. في عندك بيض بيوصل 80 جرام، هيدي 55 تقريبا. يعني تقريبا دبل. لا نواب، هي ماكسيموم البيضه شي 80 جرام. اذا كانت بيضه، اذا بنعتبرها بيضه كبيره.